ونعود من جديد إلى أصدقاء فلاش سبورت. أولاً هناك صفحات مقلدة غير أصلية، صفحات ستكون ظاهرة الآن أمامكم على الشاشة. أرجاء إرسال الصور الواضحة والتي تصلح للظهور بشكل كبير مع مراعاة أن تكون الصورة بلباس رياضي. سنقوم بعرض جميع الصور إن شاء الله. أذكر مجدداً أي شخص استطاع إرسال الصور عبر صفحتنا على فيسبوك، نحن نقوم بسحب الصور وعرضها على طريقتنا الخاصة. نعيش معاً فكرة التواصل الاجتماعي كما هي متعة الطفولة والشباب والرياضة مع أصدقاء فلاش سبورت. I'm not afraid.